السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله مدتنا والأهل كويسين. تاريخ اليوم 5/9/2023، تاريخ مميز لمحاربة النفس الأمارة بالسوء. الأول هدف وآخر هدف إنه نحصل على حب الله ورضاه. كيف؟ لما الأعمال بالنيات. هاي رأس ماله، بس نضبط النية. في أول القول: املأ قلبا جيدا حسنا منيرا يتملك ملكا دائما باقيا أزلا قديما. يا أبناء الروح، أنتم خزائني، لأن فيكم كنست لآلي وأسراري وجواهر علمي، فاحفظوها لئلا يطلع عليها أغيار عبادي وأشرار خلقي. قلنا نقول دعاء سريع: الله يشفي جميع الناس من جميع الأمراض، أمراض الصحية، أمراض القلوب، أمراض النفوس، أمراض جسدية. ندعي للناس اللي توفوا، الله يعليهم أعلى جنات خلده في الدوس. أولهم والدي محمد مهدي يكسر. يا إلهي، هذا عبدك وابن عبدك الذي آمن بك وبآياتك وتوجه إليك منقطعا عما سواه، إنك أنت أرحم الراحمين. أسألك يا غفار الذنوب وستار العيوب بأن تعمل به ما ينبغي لسماء جودك وبحر أفضالك، وتدخله في جوار رحمتك الكبرى التي سبقت الأرض والسماء. لا إله إلا أنت الغفور الكريم. يا إلهي، اسمك شفائي وذكرك دوائي وقربك رجائي وحبك مؤنسي ورحمتك طبيبي ومعيني في الدنيا والآخرة، وأنك أنت المعطي العليم الحكيم. سلم إليك وألكم. ما شفناكم بالعين منشوفكم بالقلب، ما شفناكم بالدنيا منشوفكم بالجنة. ومنقول دائما: الله يجيبكم كل أنواع الخير والرزق والنجاح والفرح والتوفيق إلكم ولحبايبكم دنيا وآخر قبل ما يجيبوا إلي، صحيا، نفسيا، أسريا، اجتماعيا، ثقافيا، إيمانيا، معنويا. وإذا ما شفناكم بالعين منشوفكم بالقلب. دائما دائما مدعي لكم، ودائما إحنا مقصرين معكم. الله المستعان.